السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وياكم علي حسين من مركز أنوار أبول. طبعا اليوم جايب لكم جهاز مركز أنوار أبول الجديد اللي راح يستفيد من يم الزبون والصاحب المحلات. طبعا شوي خلنا اشرح لكم على هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز ممكن اي جهاز ببالك ممكن تغلفه 360 درجة حراري، وممكن تلصق له لاصق جام لأي جهاز كان في العالم، إن كان أبل، إن كان سامسونج، وإن كان هواوي، وإن كان ريدمي أو شاومي أو بلاك شارك وإلى آخره من الماركات. طبعا مثل ما تشوفون مركز أنوار أبل وفر ثلاث أنواع من اللاصق. الأولى على اليمين هي الأنتي بلو، هاي الأنتي بلو تصير بالشمس زرقة، وعندنا اللاصق الثاني اللي هو الهيدروجين فيلم. هاي اللاصق جام هي تكون شفافة في الضوء الداخلي والخارجي. وأخير لاصق جام عندنا وهي المات. المات هاي طبعا كلش حلوة بالشاشة، واللي هي ما تبصم وتستخدم كثيرا يعني بالألعاب والبوبجي وللأطفال والجيمين. طبعا مثل ما تشوفون يوجد بمركز أنوار أبل طبعا اكثر من 600 نوع من التغاليف. طبعا هذا التغليف الخاص بالظهر، ممكن تغلف جهازك 360 او فقط ظهر حراري، ويكون اولا جمالية للجهاز وثانيا حماية للجهاز. طبعا بمركز أنوار أبل يوجد اكثر من 600 نوع من التغليف. طبعا مثل ما تشوفون بالشاشه راح نستعرضها لكم. طبعا هذا اول واحد اللي هو اللوز فيتون، ماركه شهيره، وعندكم الالوان بكافتها. مثلا اخذت اللون الزيتوني، وعندكم الرياضي مثلا برشلونه، وعندنا وفرنا المرقط، وطبعا الكربون فايبر بنوعيه الاحمر والاسود، واهم الرياضي ليفربول ايضا يوجد، ووفرنا البوبجي بكل انواعه، وعلم العراق ايضا وفرناه، وعلامة التيك توك للأشخاص اللي يحبون التيك توك. طبعا يوجد أكثر من 600 نوع من النساء والأطفال والشباب والوشومات إلى آخره من التفاصيل. طبعا راح أقص هاي اللوز فيتون الماركة الشهيرة إلى جهازي 360 درجة، وراح أغلفه قدامكم. مثل ما تشوفون هذه هي واجهة البرنامج. عندنا الايفون والتابلت ايضا يلصق، وحماية للساعات ايضا، والهيدفون والكاميرات والكونسول والى اخره من الخاصيات. طبعا عندنا اكثر من 120 براند، اكثر يعني من 120 براند. حتى الاجهزة اللي ما معروفة تلقى اللاصق جام مالتها والتغليف الظهر، ان كان هواوي، أبل، سامسونج. طبعا مثل ما تشوفون جاي اصفح لكم بالبراندات الموجوده، كلش هواي. فانا راح اروح على أبل وراح اغلف جهازي لاصق جام زائدا ظهر، جهازي اكس ماكس. طبعا مثل ما تشوفون هذا لاصق جام، وراح اقص لاصق جام الجهازي، لكن اولا راح اختار تغليف ظهر 360 درجه مثل ما تشوفون، راح اختاره بدون فتحه الشعار، وراح نقصه ومثل ما تشوفون راح نغلفه قدامكم. طبعا انا حاليا خليت اللاصق جام، اختاريت الانتي بلو اللي يصير بالضوء الخارجي زرقاء وبالضوء الداخلي يصير شفافه، فراح اقصها الجهاز 360 لاصق جام، وراح نشتغلها ايضا. طبعا مثل ما تشوفون شباب جهازي اكس اس ماكس ايفون، راح اغلفه 360 درجة، وايضا راح اسوي له لاصق جام. طبعا مثل ما تشوفون راح اسرع شوي الفيديو على مود تشوفون شلون استخدمها وشلون الزقها. طبعا شباب حبيت انوه لكم بشغلة، بانه هذا اللاصق الجام هو ضد الكسر وضد الخدش. طبعا هذا اللاصق الجام الجيلاتيني هو يكون اقوى من اللاصق الجام المتوفر في الاسواق. طبعا هذا اللاصق الجام ميزاته كلش حلوه، انه من يوقع الجهاز ما تنكسر اللزقه او ما تنكسر الشاشه، ولكن ممكن اذا
وقعة كلش كلش قوية هاي، يعني إذا صارت كلش كلش قوية ممكن ينخدش هذا اللاصق. طبعا اخيرا وليس اخرا، مثل ما تشوفون شلون ما غلفته 360 درجة وطلع كلش كلش حلو وروعة. طبعا هاي الماركة المشهورة لوز فيتون، غلفته 360 درجة، وراح اترك لكم مقطع اخير تشوفون قوة اللاصق الجام.